لا لا، شيء رح نروح فيه عن عن الناس اللي بترغب أيضا بشغلات هيك خاصة، بتحب تتسوق. مين فينا ما بيحب يتسوق ويزور مكان ويشوف أغلب احتياجاته؟ يا ليا سالي بحبك يا شام، هو عنوان البازار الخيري يلي بيجمع عدد من الجمعيات والسيدات يلي جمعوا نتاج عملهم ليقدموه للناس. ولحتى نحكي أكثر ونتعرف على التفاصيل بسنا نرحب بالسيدة إيمان شامية من منظمي البازار. أهلا وسهلا فيكي، وأيضا من المشاركات بالبازار عائدة نبي، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك، يسعد صباحكم عن جديد. يعني عم نشوف شغلات هيك حلوة، دائما بس نسمع كلمة بازار فمنتخيل هيك عجقة، منشوف ستاندات ومنشوف شغلات كتير حلوة. إيمان، بداية خلينا نحكي عن العنوان اللي اخترتوه للبازار، بحبك يا شام، خلينا نحكي عنه شوي. هلأ هو كل سنة وأنتم سالمين، لأنه شهر فيه عيد الحب وكل العالم تحتفل فيه، بس هو ما أنا مخصص هذا عيد الحب لعيد عشاء أو عيد اثنين بيحبوا بعضهم. هو في كتير حب أعظم بكتير من هذا اللي لازم نتجاوزه، هو الحب الوطن يلي هلأ تمثل أكتر شيء بالأزمة وصار لازم إنه نظهره. أنا حسيت إنه بحبك يا شام هو أكتر حب صح بيطلع فين، والسيدات اللي كانوا معنا كلهم اثبتوا جدارتهم ومحبتهم للشام بالابداعات والعمل اللي كانوا عم يعملوه. اكيد ابدعوا. اكيد فكرتك كثير حلوه، انه الحب هو ما هو محصور لاثنين عشاق، هو حب الابن لامه والام لاولادها، وحب ابناء سوريا ايضا لبلدهم وعلى العاصمه تبعهم. ايمان رح نروح لك عائده نبي، مشاركه حضرتك بالبازار، تحكي لنا كيف هيك لقيتي المشاركة؟ هي المشاركة انه قدمت لك يعني شيء جديد هيك؟ طبعا اكيد كل مشاركة نحن بنشارك فيها بالبازارات بتقدم لنا شيء جديد، بنكون مع الناس، يعني انه نحن قريبين قريبين من العالم، قريبين يعني انه نحن واحد، وانه حلو الواحد يشارك عائد هدول شغلك؟ ايه شغلي كله. خلينا نحكي عنهم، يمكن كلهم هاند ميد صحيح؟ ايه هاند ميد. نعم، خلينا نحكي، عم نشوفهم هلا على الكاميرا سوا. يعني قد ايه صار لك بتشتغلي بصناعه الاكسسوارات؟ هلا هي هوايه عندي اياها، انا حرفيه، شاركت بمعرض دمشق الدولي. حلو. وكانت يعني خليني اقول الانطلاقه من هنيك، كانت المشاركه كثير حلوه، يعني شفت يعني هيك عملت شيء انا مختلف عن اكيد مبين لك وكثير حلو، يعطيك الف عافيه، كثير شيء مختلف يعني على الهواء عم يطلعوا يعني. في صدف ما ولا احجار؟ هي احجار كريمه، يعني عامله ميكس انا بين الاحجار، ما كثير حلو، معتمده على الحجر معين، يعني حجر معين، اي عامله ميكس للاحجار، يعني عقيق، فيروز، يمكن حجر القمر، كلهم يمكن هذا الميكس الجميل يلي عاملتي. سلم ايديك، الله يسلمك، كثير حلو. ايمان كمان حضرتك يعني حكيتي كلمة إنه أي بازار بيقدم فرص عمل للسيدات، نحن بوضع بنمر فيه، سيدات سوريا يمكن أثبتوا إنه هنن مو بس أمهات وستات منزل، لا هنن كمان قادرات على بكل جدارة، العمل. خلينا بكل جدارة، ما بتصدقي قديش من شغلات كتير بسيطة عملوا شيء أبدعوا فيه، من تدوير ورق أو من إكسسوارات يدوية أو من شيء. أنا هذا ثالث بازار بعمله، وكان كتير في شغلات مميزة من الستات اللي كانوا اخوات رجال بالساحة مثل ما نعم بيقولوا. إيمان مثل ما ذكرنا بالمقدمة في كتير من الجمعيات المشاركة معكم، خلونا نحكي عن هاي الجمعيات، خلينا نحكي يمكن عن ريع أيضا المنتجات. هلأ أنا في عندي طاولات لسيدات خاصة، وفي عندي طاولات لحياة أفضل كمان ريع على الجمعية خيرية، وفي عندي طاولة بأملنا بعملنا عم يعملوا من الكليسيرين صابون بعيد كل البعد عن مواد كيماوية، كتير أبدعوا كمان هدول السيدات، ونفتخر نفتخر ما فينا غير نقول أكيد. يعني
شكرا للظروف اللي يلي طلعت مننا هذا الجوهر، صح. يلي حكتنا لطلعت مننا هاي الشغلات الحلوه، طلع الابداع تماماً السوري تماماً. طلع الشغلات يعني دائما عائده. بيقولوا انه بفتره الحرب يعني مثل انه معنويات بتهبط، ولكن معنويات السوريين بالعكس صار في رده فعل عكسيه نحو الافضل. شغلك هذا اللي عم نشوفه وهالالوان يلي عم تعطي طاقه اللي عم نشوفها، قديش هيك بس تشتغليها هيك بتحبي شغلك حتى بيطلع هذا الشيء؟ يعني هو دائما حب الانسان لعمله بخليه يطلع يشوفوه العالم حلو، قديش بتحبي شغلك؟ بحبه كثير. هلا هو هوايه كمان، خلينا نقول يعني بديتي بهوايه يعني بعيد، هو بعيد عن يعني او بالاحرى بكمل دراستي انا. دراستي سياحه. حلو. فالفتره اللي نحن فيها هلا انه بتعرفي السياحه يعني بين البين. برافو عليكي انه قدرتي. فهي خلينا نقول يعني مكمله لبعض يعني. فقعدت بهالفتره اللي انه انا ما بقدر انا اشتغل فيها. حلو. يعني مثل كيف الرسام خلينا نقول، يعني ما اعتمدت على قاعدة معينة، على لا من وحي الأحجار واللون وشو أنا بحب كيف يعني تطلع الأشياء على قطع. يمكن كان إليك مشاركة عائدة بغير بازارات ولا هي أول مرة بتشارك؟ معرض دمشق الدولي كانت بازار الشيراتون. كان لك مشاركات إيمان، شفنا كثير من البازارات عم تصير يمكن بالفترة الأخيرة كثير دارجة قصة البازارات، ولكن شو بيميز بازار بحبك يا شام؟ هلا هو عملنا ما حدا بيقول عن زيته عكير، بس انه شو المميز هيك يلي انه قلتي مميز هو لأنه كله للشام وكله لل، وكان في كثير عروض اسعار مقبوله لحتى العالم. اهم شيء بهذا الوضع. تمام، لحتى العالم تقدر تشتري تقدر تاخذ. هي ما انا بازارات ربحيه بقدر ما انا هي اصرار على انه نحن موجودين. هو ابدا ما انه مربح مادي بقدر ما نحن نقول نحن سيدات سوريات. أكيد. وقفنا وما في شيء بهزنا، وهلا سوريا راجعه باذن الله مثل ما كانت واحسن. اكيد ان شاء الله. اكيد بجهود الله. هيك سيدات باراده وتصميم ايضا جميع يلي حابين يشتغلوا مثلك عائده، يعني مثل ما قالت انه هي كانت بمجال السياحه، شافت مجال السياحه شوي وقف، ان شاء الله يا رب بيرجع. قدرت تعمل شيء، يعني عم يقدروا يعملوا شيء من ولا شيء. قديش عم نشوف هيدي الحاله التفاعليه، وبس يشوفوا السيدات بعضهم قديش هيك هي جمعة حلوة دائما بين يعني السيدات. نحن كأنه صار عنا شوق لبعضنا، كان صار عنا انه فرض نشاط مثل ما بيقولوا، ما بنقدر نقعد بلا ما نكون مثبتين وجودنا بالساحه. يا ريت كل هالجماعات يا ليا هي هيك جماعات بيجتمعوا على شغل، بيجتمعوا على شيء بيحقق الفائده لهم اكيد وللجميع. الحمد لله. ايمان خلينا نحكي، يمكن كثير في طاولات مميزه حكيتي لنا عنها، وخلينا هيك نحكي اكثر عن اعاده التدوير، عن الهاند ميد يلي عم تدعموهم من خلال البازار. اكيد. هلا معي انا كمان فريق عمل شبابي، صبيه ودكتور اسنان، يمكن هي سنه التخرج له، عامل كثير شغلات حلوه هو وهذا الفريق تبعه، بعلب كثير بسيطه بس بحطوا لمسات سحريه، بحطوا ورده، شمعه، حلو، قلب، بيعملوا هديه كثير حلوه ورخيصه ومناسبه لهي الاجواء تبع عيد الحب. انا كثير انبسطت كونهم شباب، كونه هلا الشاب بتلاقيه قاعد بحب يقطع وقت بكافيات بأراجيل أو ماسك الموبايل وقاعد. تماما. لا هدول اللي عم يشتغلوا، أنا هدول الجروب كتير حبيتهم لأنه كونهم شباب عم يعملوا كتير عمال حلو، قالوا نحن لا نحن هوايتنا إنه نشتغل ونأبدع، هدول كثير لفتوا نظري صراحه بين الجروب اللي معي. اكيد نحن عم نفتخر بالشباب الطموح، وخاصه بهيدي الازمه شفنا كميه كبيره كثير من الابداع يمكن يلي تجسدت من خلال معارض، من خلال بازارات. يعني ايمان هيك كلمه اخيره بتحبي توجهيها، واكيد بعدها عائده لكل يلي هلا عم بيتابعونا، شو بدنا نقول لهم؟ هلا اول شيء اكيد بدي وجه كلمه شكر لسياده الرئيس اللي هو بسياسته الحكيمه اللي وصلنا لهون ورجعت الحياه لسوريا مثل ما كانت،
وبدي اقول كل سنه وانتم سالمين لكل الشعب السوري، ونقول انه الشام بتستاهل انه نحبها ونعطيها اكثر كمان. تحيه احلى، تعطينا حب اكثر هي واكثر. والله يرحم الشهداء، هن اللي قدموا اكثر شيء، هن اللي مثلوا المحبه باكبر تعبير، هن ضحوا بنفسهم. وكمان الله يرحم الشهداء وتضل الشام عامره باهلها بمحبه اهلها. ان شاء الله. عائده كلمه اخيره بتحبي توجهيها؟ ان شاء الله الشام عامره وباقيه، شاء من شاء وابا من ابا. وبدنا نشكر، يعني نشكر رب العالمين انه نحن هلا هيك كمان موجودين، وانه نصرنا. كل الشكر لكم، نفتخر فيكم سيدات سوريا. وشكر كمان بس للسيد جوزيف غريبه، اكيد تفضلي، اللي بس اللي قدم لنا الكنزات. كنزات بحبك يا شام. من اكيد كل الشكر له، العشق لدمشق فقط. أكيد، يعني شكر موصول أيضا لأبطال الجيش العربي السوري اللي لهم الفضل أيضا بكل إبداع، بكل قصة عم يحققوها. أكيد بفضل الأمن والأمان يلي عاد لربوع دمشق، وإن شاء الله لكل شبر.